مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم انا الخطأ، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للخير، ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للخير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا لا 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 لا، السالفة فيها شيء، السالفة فيها أشياء وأشياء، ما شيء واحد. من اللي كشف الخطة وكشف؟ سعد. أنا أخطر من اللي ساعد سعد على إنه يكشفنا. أحدي ما أعرف، ما أعرف، ما أعرف. انتهى يا ثابت يا الملبق، انتهى. أنا؟ نعم، و16 نعم بعد. مالك أبو الخير، أنت جنيت ولا إيش؟ حد يكشف نفسه بنفسه؟ احنا ما متفقين من الاول على كل شيء؟ انك انت اسمك الشايب سوم الحافي، وانا اسمي شايب خلاص. كيف اول ما ناديك تنسى؟ ايش اسوي ابو الخير؟ الله يهديك، ايش اسوي؟ انا اتذكر ايش ولا ايش؟ لكن انا اعتقد هو ما انتبه لهذا الشيء. ابو الخير، ها؟ انت هو السبب. انا؟ تعجب علي؟ انت تعال انت. تعال أقول أبو الخير، لا يكون هذا اللي يسمى غريب واشي علينا. غريب؟ أيوة غريب. تراك أنت هذا الإنسان تعرفه زين، تعرفه من الأول. لا الحين غريب تغير، ما مثل الأول. ولو كان هو صحيح كان ما جاء خبرنا عن سعد. لا لا لا، غريب غريب غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمع الدفوته غريب. أنا غريب، تفضل تفضل. أنا آسف يا جماعة للإحراج اللي صار لكم سبب. بعد يتأسف ما شاء الله عليه، يتأسف بعدك. ثابت. أنا يا جماعة عرفت كيف سعد كشفنا. كيف؟ حسب ما فهمت من كلامه انه شافني ذيك الليله لما جيت ازوركم هني. زين عجب، انا قلت لك ان هذا هو السبب.
وتأكد أكثر لما رحتوه زرتوه في الشركة وانتوا متخفين وعرفكم بعد. ها مالك سكت؟ بس أنا ما أتكلم بس. وعلشان تتأكدوا من كلامي وإن صادق وإن الكلام اللي قلته صحيح، ساعة طردني من الشركة وقال أروح أستلم مستحقاتي. هذا سعد خلوه علي، وإذا أغلب هذه المرة ما بيغلب في المرة الجاية. أنا يا جماعة جيت هنا علشان أبين موقفي. سامحنا يا أخوي، سامحنا ظلمناك، وفي الحقيقة أنا اللي ظنيت فيك، لكن ترى بنسوي مثل ما يقول أبو الخير، الجايات أكتبنا راحت. أنا من اليوم ورايح ما عندي غير سعد وبس. صحيح لما قالوا غيري ما يصون خيري. زين المهندس هذا هو من زمان يشتغل بالشركة وطول الوقت هو نزيه وأمين. في البداية هم دائما كذي، ومن يملى الجوبة حاول استفيد يعني شوي، خاصة إذا المتابعة معدومة. زين انت ايش ناوي تسوي الحين؟ انا متأكد انك انت ما راح تتركني في نص العمل. كيف يعني؟ اترك يسرق مواد البناء اكثر واكثر؟ انا ما قصيت، بس كل مهندسين الشركة مشغولين باعمال في ايديهم، وانا متأكد انه ولا واحد منهم راح يفضى خلال شهرين. انا افكر اوظف مهندسين عمالين. صعب يا بدر؟ ما في شيء اسمه صعب. من بكرة تنزل اعلان في الجريدة ان هذه الشركة بحاجة الى مهندسين مباني ومعمار، سواء كانوا خريجين جامعيين او كليات متوسطة. وتكتب الاعلان بدون شروط. بدون شروط؟ كيف يعني؟ يعني بدون شروط واضحة، بس كذي راح تجينا اعداد كبيرة ما احنا بحاجة لها بالشركة. وهذا اللي انا اريده، وبتكون عندنا نقاط اختبار حسب الافضلية، لانك لو كتبت ان بحاجة الى مهندسين بعدد سنوات خبرة 5 سنوات فتأكد ما حد يجي لك. ان شاء الله. ولو اني ايش اقول؟ لا تقول لي شي ربيع، لازم نمسك كل شيء بايدنا، ولا بنضل طول عمرنا متكلين ومعتمدين على الغير. ما شاء الله، الله يبارك فيه، ان شاء الله بيطول عمره. يلا يا حلاك بوبي، يلا 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 يتربى ان شاء الله في عزكم. الله يخليني شيء ان شاء الله. جوجو ولا حبيبي، يلا عاد تشدي حيلك. يلا 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 الله يخليني شيء ان شاء الله. الحمد لله على سلامتي. الله يسلمك يا خالتي، سامحوني عاد تعبتكم معانا. لا 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 عاد لا تقولي هذا الكلام، يلا انت قوي نفسك وتشجعي وطلعي من المستشفى بسرعه. بصراحه انا تعبت من كثر ما اخذ الشاكليت حال اولادك، حتى صاروا اول ما يشوفوني خالوا هين الشاكليت. وريتيهم تراك. يلا يا زهره خلا يا بنتي، احنا سهرين تاخرنا عادي لطيفه. بالسلامه ان شاء الله. يلا ديري بالك على نفسك، نحن رايحين. تبسوا معي شوية. لو قايمة فواكه كان جلسنا هنا حيتي وبسطنا وقهوينا. يلا عاد احنا سايرين عنك، عقبنا العافية ان شاء الله. يلا نمالنا. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. ايش اخبار الاولاد يا محمد؟ الحمد لله بخير وعافية. يسألوا عنك يا لطيفة، مشتاقيني. وأنا بعد مشتاقة حالهم واجد. إن شاء الله لما تجي الدكتورة أسألها متى أترخص. أنا ألم نفسي يا لطيفة، المفروض بعد ذيك العملية والولادة خلاص ما نفكر في الإنجاب مرة ثانية. شفتي الولد يا محمد؟ تعال تعال شوف. بسم الله ما شاء الله. علشان صحتك اللي تهمني كثير، وعلشان الحالة المادية اللي احنا فيها، بيكون هذا ان شاء الله اخر العام. ان شاء الله. تكلي بتعطلني يا ثابت، بتعطلني. كيف اعطلك يا شبكت الهربي؟ شبكت الهربي ما نهربك يا ثابت، بس في هذا الموضوع ما لازم اكون معك. اسمع انت، تو انا هذا التلفزيون اشوفه وحدي؟ تراك انت تشوفه معي؟ والله انا ما قلت لك بعيدك التلفزيون. ترى ذاك التلفزيون اخترب، وديته المصلح ما في صوت، بعدين قال لي ارباب تلفزيون ما شلح. يلا تحرك انزل، انا برجع لك بعد شويه. يلا لا 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 تروح معي،
وتختار التلفزيون معي؟ ثابت. ماشي ثابت، أنا كلمتي واحدة، معي يعني معي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تراك ملبك ملبك. يلا 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 يلا. ايوه ارباب امر. شوف الحاله، شوف بعد يعرف كلمه امر يعرف. تلفزيون، فيديو، ساعه، غساله، طباخه، فوتو كاميرا، وكله فل اوتوماتيك. برياني بصل شيء؟ برياني بصل اري ارباب، هذا ما في مطعم. والله ما يختلف على المطعم بحالتك هذه انت. اسمع اخوي اسمع، احنا باغيين نشتري تلفزيون بس. اسمع انت اسمع بعد، ما عاجبنا كيف يعني تريد ان نشتري المحل كله؟ سوري سوري اسف ارباب. تفضل تفضل تعال 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 تعال. هذا التلفزيون بكم؟ هذا بكم؟ هذا رخيص ارباب، 330 ريال بس. 330؟ ايش رايك ابو خير؟ انا من رايي نشوف غيره. انت ما عاجب منك؟ انا عاجب مني؟ وانت اول تلفزيون تشوفه تشتري بمره؟ اقول لك عاجبني عاجبني، مالك الله يهديك انت. اي بس قيمته غاليه يا ثابت. هذا ما في غالي ارباب، هذا فيه مواصفات زينه و سكت سكت، ما حد بغى رايك، انا اشوفه غالي. اقول لك ما ممكن تخفض القيمه شويه؟ لا 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 ارباب، هذا اخر قيمه، هنا في كلام واحد. اخر قيمه؟ اخر قيمه. يلا ثابت حرك نشوف محل غيره. يلا ما ماشي وحدي، عاجبني التلفزيون عاجبني، بنشوف اللي احسن منه في مكان ثاني. يلا لحظه ارباب لحظه، في تفاهم؟ ما في تفاهم، خلاص ما في تفاهم. كيف ما في تفاهم؟ انا التلفزيون عاجبني. زين بابا، في ديسكاونت يعني في تخفيض شويه. اول اخر قيمه تقول، اول اخر قيمه، الحين في تخفيض؟ ها ما اريد شيء عيائير انتو. في تخفيض في تخفيض. يلا 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 بابا. مثل ما قلت لك، أنا من رأيي إن مسألة الإنجاب هذه يتفقوا عليها الزوج والزوجة، بحيث إنه يكون هناك عدد من السنوات بين الطفل والثاني. وبصراحة فريد، يفضل لو إنهم يكونوا اثنين أو ثلاثة. عفواً، في هناك رأي بخصوص مسألة تباعد الإنجاب هذه، يقول إن المرأة ممكن تنجب العدد اللي تريده، ومن ثم تتوقف توقف نهائي، لأنها لو باعدت راح تتحمل أعباء الحمل والولادة بالشكل مزعج. صراحة عاد فريد، كل واحد ورايا، كل واحد له وجهة نظر. طيب وإذا كان فريد أهو بعدين معه مرة، أنت ما صدق أبويك ذاك احنا بنتأخر. أقول فريد، أنت ما خذت رأي خالتي أصيلة في الإنجاب؟ أنا؟ وابويك انا ما اعرف اتكلم. لا يا امي لا، انت لازم تتكلمي، لانك انت تمثلي الجيل الاول بالنسبه لزهره. فايش رايك؟ ايه رايي؟ تبغى تسمع رايي؟ طبعا. خلا ابوي يتحرك، اتعرف رايي في البيت. يلا خلا خلا يلا يلا خلا. شيء جميل، اذا نتوقع حد يراجعنا اليوم. ما اعتقد بهذه السرعه. في اكثر من واحد اتصلوا عشان يتاكدوا من الاعلان اللي نزل. إذا أنت وقعي في محله. لو قلنا كلامك صحيح، أنا متأكد لما يوصلوا هني بيتراجعوا لما يتكلموا معك. يا أخي أنت ليش متشائم كذي؟ بالعكس، أنا أقول من الواقع اللي بيصير. أنا واثق إنهم بيوافقوا على جميع شروط الشركة وبيشتغلوا. هاك تعزيزة، جبت اللي قلت لك عليه؟ في هذا الملف كشف المجموعة اللي تقدموا في عمل عندنا في الشركة، ومن ثم سحبوا طلباتهم. أرقام هواتفهم موجودة؟ وعناوينهم بعد. طيب اذا خذي واقرا اتصالاتك بجميع الاشخاص الموجودين وتاكد اذا اشتغلوا او لا. حاضر، في شيء ثاني؟ لا شكرا، تفضلي. ربيع اجلس بعد ما خلصنا كلامك. نعم ربيع، اذا كنا نشوف بعض الامور مستحيله فلازم يا اخي نسعى ونعمل علشان نحققها. انا متاكد ان الحاله اللي انت فيها حاله حماس مو اكثر. حماس واكثر يا ربيع، حماس واكثر. يا اخي ما فيها شيء لو حطيت امامي هدف وحاولت الوصول اليه. طيب ممكن اعرف انت لوين ناوي توصل؟ انا اريد هذه الشركه وهذا الفرق بالاول عماني 100%،
بكل ما فيه من طاقات وخامات. أنا أعرف أنت في إيش تفكر، لكني أنا بسعى علشان أحقق اللي أقول عليه. استلمت مستحقاتك؟ أظنيك تقدر تتكلم الحين، ولا لسانك مقطوع؟ أنا أريد أعرف، أنت ليش طلبت مني أنتظر؟ بغيت أتكلم معاك وأنصحك. الله الغني عن كلامك وعن نصايحك. يعز في نفسي إني أخسر واحد مثلك، ذكي ونشيط وتفكيره ممتاز. فعلا خسارة. لو تسمع، أنا عندي شغل. شغل؟ شغل ايش اللي عندك؟ ايه اكيد اكيد بترجع للشغلة الاولية في الشوارع. لو سمحت يا عم، ويا عم انا محتاج، ويا عم اعطيني فرصة. تأكد ان ديك الايام السوداء ما ممكن ترجع. الحاجة ام الاختراع، وما اصعب الحاجة، واللي عنده يعطي اللي ما عنده، واذا ما عطائيش. الحاجة ام الاختراع يمكن، والحاجة صعبة، والمحتاج حالته اصعب اوافقك. لكن تأكد يا اخ سعد، تأكد كل التأكيد ان الانسان الحر دائما وابدا يستفيد من تجاربه، والايام بتثبت لك هذا الشيء. ومن اللي يضمن الايام يا حبيبي؟ من؟ انا صحيح ما اضمن الايام، لكن اضمن نفسي. ايش رايك انا اعطيك فرصه ثانيه؟ عندي مستعد اسامحك عن كل اللي بدر منك. ها، بعطيك فرصه ثانيه. ايش قل؟ لا خلاص احسنت، انا الفرصه حصلتها مع زملائي، لنفتح لنا محل صغير وبسيط لتصليح الاطارات. بنشر. ايوه بنشر، بنشر علشان نصلح الاطارات، علشان السيارات تمشي في امان. ومن يدري، يمكن عجله الايام تدور وتدور وتوصلنا للحلم اللي نحلم به. وتأكد يا أخ سعد، وتذكر دائما وأبدا أن دوام الحال من المحال، وأن الخير دائما ينتصر في النهاية. عندك. تعبت، بس تعبت. مالك ابو الخير؟ مالك كيف مالي؟ هلكتني طول النهار ادور معك في السوق، وادور 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 عشان تشتري تلفزيون. تراني باخذ اشي تلفزيون مثل ذاك اللي عجبني امس؟ تراني شفنا واحد نفس الطراز، ليش ما شريته؟ لا ما شفنا، اللي شفناهن يا كبار يا صغار. انا باغي واحد متوسط يكون شكله ممتاز. انا ما ادري ايش الحكمه انك تشتري نفس التلفزيون. انت ضيعت على نفسك موعد تراي وسبب التلفزيون هذا. ترى عجبني يا اخي، عجبني. مالك انت بيرد وبيقول عجبني بعد، وانا ايش ذنبت بهذا وتعذب معك؟ يا اخي اشتري واحد ثاني وخلصنا. شيمة كان في شيمة، هذا اخر محل، واذا ما حصلت بس التلفزيون اللي تقوله عليه. شيمة زين بنشوف. خلا خلا تعال تعال.
وخير تعال امشي. تعال تعال لحظه لحظه ها، ما هو المحل اللي شفنا فيه التلفزيون الاولي؟ ما ابوي هذاك الاول؟ عجل نروح، انا ما وافق على قيمتك. تعال لحظه، ما تشوف مكتوب عليه تخفيضات كبرى؟ ايش يخفضوا هذولا؟ 5 ريالات يلا بالكثير 10 ريالات. لا 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 بيخفضوا احسن. الشيمه كان في شيمه انا فواجع عليه. مالك انت مالك؟ ايش فيك؟ يا الله تعال 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 دخلني علي دخلني علي دخلني شوي. رديت الصغ مره ثانيه ثابته؟ تصير لك شغلتها في حجك على هذا الكلام. ابو الخير تعال ادخل من جنب يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا امر لله. خلي ادخل يلا. الله هو هو تعال تعال هو 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 أي نظام؟ قبل التنزيلات وبعد التنزيلات والسعر واحد؟ رفعوا الأسعار وكلوا تنزيلات ها؟ وفكرين احنا أغبياء؟ أنا غبي أنا غبي تهج يعني ما فهم شيء؟ شوية قص بعد يغاد الناس بعد يغادك بعده ما عادي أنا أعرف كيف أفضحهم هذول. ضع العلم يا ناس يا جماعة بخير هذا نفسك عليكم انتباه فاجئ قبلت رفعوا الأسعار وسووا تنزيلات الأسعار قبل التنزيلات وبعد التنزيلات واحدة ما عليكم منهم ما في تنزيلات ابو الخير ابو الخير ابوي صرخت وصرخت وصرخت ولا احد عبرك سمعوني يا جماعه صدقوني يا ناس ما في تنزيلات ايه سمعوني يا ناس ابو الخير ما حد عبرك ايش هذه الورطه اللي انا فيها يا زهره يا بنتي خالو هدي اعصابي ايش ما يصير كذاك كيف اهدي اعصابي يا زهره وانا ما عارفه ايش اسوي مو هذه البليه ما ظنيت انهم بيتخلفن عني ويتركني بعد ما خلاص اتفقت بيولهن وقالن انهم بيشتغلن وبيخيطن بيولي وبعد ما انا اتفقت بيول ابوش انزين انتي ما عرفتي ايش اللي خلاهن يقولن كذي بعد ما قالن انهم بيخيطن مو دراني انا يا زهر الله يهديش لو كنت عارفه كنت برتاح انزين خالو تبيني اخبر ابوي لا الله يخليش الشيمه ما تخبري ليش لأن يا زهرة يا بنتي أبوش يتعامل مع ناس ثانيين لما يبيع لهم ثياب بعدين أخاف أبوش لو عرف بالخبر بيقوم ويستعجلني أنا في الخياطة إنزين ليش ما تشوفي ليش حريم غيرهن يخيطن معاش يساعدنش وتعطيهن أجرهن دورت يا زهرة وما حصلت دورت غريبة مرة واحدة كلهن كذاك ما بين يخيطن ترى هذا اللي خليني انا اجن يا زهره وهذا مو مخليني انا مجنونه الله يهديك دورت عليهم وصرت واخطفت عليهم بيت بيت اللي تقول وحده اني انا مريضه وعيوني ما تساعدني واللي تقول عندي صغيرين وما يخلوني واللي تقول انا باي ارتاح اريد اشوف انا يا صاحب محل اريد اشوفه اظني ان هذه المساله كبرت خليها تكبر تضحك على الناس كذاك عيلة عينك يا ابو الخير العمال اتصلوا بصاحب المحل وخاف يكون صاحب المحل هذا عصبي خلي يجي انا ابغي انتظره واشوف هذا صاحب المحل هذا ابوي انا من رايي ننتهي هذا الموضوع وهذا التلفزيون ما نبغاه هاي التلفزيون يسوي لنا مشاكل اما انت انسان بوجهين انت انا في وجهين او في وجه واحد والله مره تقول ما احب اشوف الغلط ومره تقول خلينا نروح ونترك الغلط يا ابو الخير صدقني صدقني هذا اللي بيغلطون نحن مالك الله يديك انت المهم اني انا اللي صح كيف انت صح انت الله يديك قمت نادي كنك نادي بتاخذ جمعه انا ما اقدر استحمل اشوف الغلط اسكت يعني هاي تنزيلات هاي تنزيلات تستحمل ناس شوي شوي عليهم ما اقدر ما اقدر والله يا اخي كنت صرخ صيخ صرخ تمام هذا انت انا نربط هذا نفر فيه سوى مشكل انت صاحب هذا المحل هي نعم انا انت ورانا ورانا حتنسين الصح انكم انتم ما عندكم سالفه غير يعني عجب ابوي ما غريبه ما دام هو هذا صاحب المحل ما غريبه نشوف الغلط هني التنزيلات عمرها ما كانت غلط يا ابو الخير الضحك على الناس هو الغلط كيف مسوي تنزيلات والاسعار هي هي علشان الناس تركض وراه وهو يكسب انا ما اول مره ولا اخر مره بكون حريص على تحفيز الناس على الشراء بعد يفصح الكلام بعد يتكلم بالفصحى مهما قلت هذا غلط وانت عارف هذا الشيء المشكلة انك ما عايش في هذا الزمان
أظنيك عايش في زمان الأوليين يا حبيبي. التجارة تستحمل كل هذا الحين؟ هذه ما تجارة يا سعد، تجارة عرفناها من زمان وسمعنا عنها، بيع وشراء، عرض وقبول، لكن بنية صافية وتعامل صادق. النيات ما موجودة في هذا الزمان. أبو الخير، أبوي اسكت عنه، هذا الإنسان اسكت عنه، هذا قام يخسف. هدأ أعصابك يا أبو الخير، وما لها داعي هذه المشاكل. مهما كان يا حبيبي نحن شماق ونسايب. أنت بعدك متذكر هذه السالفة؟ أنا خلاص نسيتها من زمان. موضوع تافه مثل هذا قول لي علي بدون ما تقول غاية هنا. أفا عليك بس يا أبو الخير أفا. أنت يا أيوة أرغب، روح جيب التلفزيون اللي يريدوه. تعال، لا أظن نفسك أنك تقدر تسكتني بهذه الطريقة هذه. لا، أنا وراك وراك لحد ما طيحك في شر أعمالك. يلا يا ثابت. وأنا بعد معاه عن إذنك يا أرباب. مدون هذا نفر أرباب، روح شوف شغلك. ما في أي مشكلة، نحن بعدنا في بداية الطريق. أول مشكلة يا أخ بدر هي الراتب. أنا من الممكن أحصل على راتب أحسن في القطاع العام. أنت تعرف إيش تقول، وبالتأكيد تعرف أن الفارق مو كبير بيني وبين القطاع العام. الراتب والإجازات والحوافز، وتقول لي ما يختلف؟ أول شيء الراتب، ما في اختلاف كبير بيني وبين القطاع العام مثل ما قلت لك، وراتبك هني قابل للزيادة، لكن يعتمد على مجهوداتك. ثاني شيء الإجازة، الإجازة معانا في الشركة تحددها طبيعة العمل، والحوافز اللي تقول عليها موجودة ما دام تقدم خدمة. عفوا أستاذ بدر، لا تعتقد أني جالس أتحجج؟ لا لا، ما كان هذا قصدي. أنا أتمنى لو تشتغل معانا الفترة حتى تشوف الشغل بنفسك. تجربة يعني؟ يا أخي اعتبرها سد فراغ لين ما تحصل الشغل اللي تتمناه. أنا ما أريد أضايقكم، لكن هذا اللي صار. أفعليش أفعليش يا حومة الأخ، همومش من همومنا. والأكيد يا أم فريد إن هناك في سبب. ترى إلها سبب، لكن أنا وحدي ما عارفة. أبو الخير يعرف السبب. شوفي أنت، شوفي شوفي، مخلي نفسه ما عارف السبب. ثابت، لا تقوم تنازعني كما عامل محل. أحسنت يا ثابت، أحسنت، أحسن الله علي وعليك. لكن ليش؟ يا أم فريد ثابت عرف السبب. كيف عرف وهو ما تكلم؟ مالك أبو الخير الله يهديك، كيف أنا عرف السبب وأنا بعدني ما تكلم؟ كلمت وقلت السبب ونص بعد. لما قلت عامل المحل ذكرتني بالعمال والخياطين اللي مروا على أم فريد قبل فترة، ها، وعرضوا عليها ذاك العرض. زين، قصدك تقول هم اللي؟ نعم، هم اللي مر على البيوت ونفذ اللي قال عليه وعطى الحريم فلوس عشان يتركن الشغلة هذه وما يخيط اللي حسابهم. اسميهم عاد عقب عليهم. ما لك عليك ذا عليهم؟ لا عليهم الحين عليهم، ها، وبعد يقول لي بالخير خلي من هالمشاكل هذه بلا مشاكل. لا 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 لا، هذين قاعدين عليهم. افا عليك. زين ابو الخير، تو مو ناوي تسوي كل الخير يا ام فريد؟ يعني انتوا اللي مسوين هذه الفعل انتوا، ها؟ نحن ما في يسوي، لازم كل واحد فيه وافق خلاص. لا ما خلاص، لما تروحوا البيت وتاخذوا شغل من الحريم ما خلاص. ما انت لو كررتوا هذه السالفه مره ثانيه، شايف الثياب هذول شايفينها؟ باخذ هالمقص هذا وبرتب بنتي في مقص القص كذا بقص. مو في هذا قصه؟ اي نعم قصه ونص بعد. هذا كلام ما في زين. انا في خبر ارباب. خبر اللي تريد. اربابك لو يعرف عنك تسوي هالسوالف هذه كان سفرك من زمان. جلست في دكانك واشتغل، ما حد يقول لك لا. فاهم؟ فاهم. يلا ثابت، يلا بس خلاص؟ خلاص يلا، يلا روح يلا. اقول ابو الخير، انت ايش تبغاك انهم ما بيخلوا كلامك؟ اذا خالفوا هذيك الساعه لازم الخير. يلا يلا. تحقيق جيد وجميل يا نبيل. أشكرك يا نبيل.
متى راح ينشر؟ إن شاء الله قريب، بس أنا عندي ملاحظة. أنا لن أرضى بأي تغيير. وليش هذا التعنت؟ الواحد يا أخي حريص على أن عمله يكون الأبرز والأفضل. أنا ما أختلف معك في هذا، ولكن أيضا لمصلحة نجاح التحقيق إذا لازم تسمع الملاحظات يا أخي، على الأقل مني أنا كمدير للتحرير. تفضل. ملاحظتي على هذه المقدمة: من أراد أن يتخلص من آهات الحاجة ويهرب من عالم التسويف والمراهنة فعليه أن يحدد كم طفلا ينجب. رزنامة الوقت تراقب قياسات الزمن، فتقنا بكل وهن وتحذير: عليك تحديد النسل من الآن خوفا من الدخول في جياشن وترسبات التضخم والكثافة السكانية. معقولة هذه مقالة تقراها الناس وتفهمها وتطبقها أو تأخذ بالآراء اللي فيها؟ في تقديري أنا نعم. لا يا فريد لا، المقدمة مشحونة بنظرة تشاؤمية ما لها أي معنى، والمفروض أن التحقيق يكون دعوة للتفكير ما للتنفير. أنت لازم تغير هذا المقدمة. أما هذولا الكلمة الطيبة ما تفيد فيهم، لكن أنا بداوي ما تسوي صبرك. ها 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 بص بص ما تسوي. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير. يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير. وصاحبه من مر أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف، بكرة يشوف معكم نطوف. في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. بكرة يشوف معكم نطوف، بكرة يشوف معكم نطوف. في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. ودر مكانه